سعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق بعض الغيوم. 18 درجة مئوية فقط متوقع أن تسجلها العاصمة عمان خلال فترة الإفطار. نسب رطوبة متدنية نوعا ما 64%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم إربد 22 إلى 11، المفرق 22 إلى 23 عفوا إلى 12، جرش 21 إلى 10، أما عجلون 20 إلى 10 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 22 إلى 12، الزرقاء 23 إلى 13، البحر الميت 30 إلى 19، مأدبة 24 إلى 12، أما البلقاء 23 إلى 13. المنطقة الجنوبية العقبة 29 إلى 20، معان 24 إلى 12، الشبك 19 إلى 12، الطفيلة 21 إلى 12، أما الكرك 20 إلى 11. المنطقة الشرقية الصفاوي 26 إلى 13، أرويشة 26 إلى 14، نفس الدرجات متوقعة في الأزرق 26 إلى 14 أيضا مع تفرق لبعض الغيوم. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، تابعونا في النشرات اللاحقة وإلى اللقاء.